بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثامن في مادة التربية الإسلامية، ونحيا اليوم مع القرآن الكريم ودرس جديد بعنوان تلاوة وتجويد سورة الكهف من الآية 74 إلى الآية 78. أهداف الدرس: يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن أولا تتلو الآيات من الآية 74 إلى الآية 78 من سورة الكهف تلاوة سليمة. الهدف الثاني أن تبين معاني المفردات والتركيبات الواردة في الآيات بيانا واضحا. التهيئة: لا تنسى عزيزي الطالب أن تتلو الآيات من الآية 65 إلى 73 من سورة الكهف، وهذه هي الآيات أعزائي الطلاب، ويمكنك الاستعانة بالكيو آر كود الموجود عندك في أعلى الصفحة، وتستخدم الماسح الإلكتروني من على جوالك فيقرأ وتستمع إليه. والآن هيا بنا أعزائي الطلاب نستمع إلى الآيات حتى نستذكرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وبعدما استمعنا أعزائي الطلاب إلى الآيات التي أخذناها في الدرس الماضي، هيا بنا ننتقل إلى الهدف الأول معنا، وهو أن تتلو الآيات من الآية 74 إلى الآية 78 من سورة الكهف تلاوة سليمة. وهذه هي الآيات أعزائي الطلاب التي سنتناولها في هذا اليوم بإذن الله تعالى، وأذكرك أنه يمكنك الاستعانة بالكيو آر كود الموجود عندك في أعلى الصفحة، فتستخدم الماسح الإلكتروني من على جوالك فيقرأ وتستمع إليه حتى تستطيع قراءة الآيات بصورة صحيحة. والآن أعزائي الطلاب هيا بنا نستمع إلى الآيات في تدبر وخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبعدما استمعنا إلى الآيات أعزائي الطلاب، هيا بنا نتلو الآيات تلاوة صحيحة. سأقوم عزيزي الطالب بالقراءة وتردد خلفي حتى تستطيع أن تقرأ بصورة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا بعدما رددنا الآيات أعزائي الطلاب أنصحك أن تعيد هذا المقطع من الفيديو وتردد مرارا وتكرارا حتى تستطيع تلاوة الآيات بطريقة صحيحة. والآن أعزائي الطلاب هيا بنا ننتقل إلى الهدف الثاني معنا، وهو أن تبين معاني المفردات والتركيبات الواردة في الآيات بيانا واضحا. هذه الآيات وفيها بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان. قال تعالى:
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا. ماذا تعني كلمة نكرا؟ نعم، أي منكرا عظيما، ويكون المعنى لقد جئت منكرا عظيما بهذه الفعلة. قال تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يريد أن ينقض. ماذا تعني كلمة ينقض؟ نعم، أي يوشك أن يسقط، ويكون المعنى فوجد فيها جدارا أوشك أن يسقط فأقامه. قال تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأنبئك بتأويل. ماذا تعني كلمة بتأويل؟ نعم، أي بحكمة، ويكون المعنى سأنبئك بحكمة ما لم تستطع عليه صبرا. أحسنتم أعزائي الطلاب، هيا بنا نقوم بحل هذا التقويم. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: ما المقصود بكلمة نكرا في قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا؟ هل نكرا بمعنى منكرا قليلا، أم منكرا عظيما، أم أمرا منكرا، أم أمرا حسنا؟ نعم، أحسنتم أعزائي الطلاب، أي منكرا عظيما. السؤال الثاني: ما المقصود بكلمة بتأويل في قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا؟ ما المقصود بكلمة بتأويل؟ هل المقصود بها تأويل حلم، أم بسر، أم بحكمة، أم بخبر؟ نعم، أحسنتم أعزائي الطلاب، المقصود بها بحكمة. أحسنتم أعزائي الطلاب. والآن عزيزي الطالب، استمع إلى الآيات الكريمة من سورة الكهف من مقرئك المفضل، وردد خلفه حتى تحسن تلاوتك، ثم قم بتسجيل تلاوتك واكتشف الأخطاء إن وجدت. ولا تتردد عزيزي الطالب في التواصل والتحاور مع معلمك في كل ما أشكل عليك والاستزادة من علمه. وفي النهاية أشكرك عزيزي الطالب على حسن الاستماع والإصغاء، وإلى اللقاء في الجزء التالي إن شاء الله تعالى. ونختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.